السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم. اليوم راح نكمل مكاني اللي وصلنا فيه في لعبة مور الشيل. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، وخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة خلونا نضغط كونتينيو ونبدأ نلعب. اللي ما شاف فيديو السابق يا اخوان، انا تضاربت مع زعيم قريشكا، بعد ما قتلنا وصلنا الى منطقة جديدة اللي هو هذا المنطقة اللي راح نلعبها اليوم ونستكشفها. هو هذا المنطقة اللي يتكلم عنها. فاللي ما شاف فيديو السابق روح شوف الفيديو، لان القتال مع قريشة كان صراحة ممتاز جدا وكان ممتع. فروح شوف الفيديو بعدها تشوف هذا الفيديو. حلو، انزين خلونا نكمل. هذا المنطقة شوف منطقة ثلجية، ما نفس المنطقة اللي كنا فيه قبل. المنطقة اللي كنا فيه قبل كان تقريبا يسأل هذا بعده موجود ذا بوراس يا أخوي. تعال تعال، أنا توقعت خلاص تخلصت منك يا أخي. هذا زبال، هذا البوراس، هذا اللي فيه صداع، هذا مصدع ترى. لحظة لحظة لحظة، ابلع ابلع. لحظة 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 يا اخي يا حبيبي، لحظة لحظة لحظة، شوي شوي يا ابو راس، شوي شوي. شكلك ما اخذ بنادول يوم، شكلك ما اخذ بنادول. ايوه اصرخ شوية زيادة، اصرخ شوية، ما اسمع الصريخ، انا ما اسمع. قاعد يعقه، عقه الراس، عقه هذا راسه. والله زبال انت، بعد شو كيف يطلع ذاك، اسمه يطلع السم من جسمه. زبال هذا الولد. عندنا شيء هنا يا اخوان، في شيء هنا، افتح يا سمسم. هذا وش؟ والله ما عرفت ايش هذا. The first vision came upon my like waking dream, thrust into a vast chamber. I beheld maiden crowned with winter glass. يا اخوان في صوت، في صوت هنا، ايش هذا الصوت؟ هنا شيء قبور بعد. اوه انا قصدي تسمم، انا ما عندي خبر. انا كان داقني السم ولا يو. لحظه لحظه لحظه، انا عندي هذاك الفطر ما السم. اوكي عندي فطر، لكن ما عندي فطر العادي اللي يعطيك حلف. ممتاز جدا. فأتوقع الطريق هنا من هذا المكان، هنا بنموت يعني. يا حبيبي، ما واحد اثنين جاب أخوه التوأم. انتظر شوية. لا يا حبيبي لا تنزل. لا لحظة يا زبالة لحظة. يا والله العظيم أنا كنت أمشي، كنت امشي يا حمار. لحظة شوية، انا ما عندي هذ، والله بموت. اقولكم كذا الشردة يا اخوان. بعد كان بيلوفني، شوفوا من قدامي. هو ذا اللي طلع هذا الصوت، طلع اسمه ذاك، عنده ذا سلسلة، صوت ما سلسلة هذا. انزين اقول لك يا اخوي، انا ما عندي هلف ترى، ما اقدر اضاربك الحين. فالرجاء يعني، حصلت هلف، ولكن ابي يضربني يا اخي، عنده درع غم. انت كيف ما اعرف كيف ما ضربني، كنت محظوظ يا اخي. يا زباله هذا كيف ضربه هذا، وش كيف؟ لحظة يا زبالة، هذا ما يتعور هذا، ما يموت. يا حمير والله نشرد، أنا ما أقدر أقتلهم كلهم، والله ما أقدر أقتلهم يا أخوان. ما سهلين والله. أنا راح اشرد يا زبالة. انا بنزل تحت هنا، لكن كان في منطقة يا اخي.
هل ننزل هنا قبل ولا نروح هناك؟ يا حمار انت يا حمار، وش قاعد تسوي وحدك هنا؟ مكان ظلام، مكان ما في حد هنا، اخوانك موجودين فوق، انت ايش قاعد تسوي هنا؟ لحظه لحظه لا يضرب يضرب يضربني هذاك. ايوه يا حمار انا ما عندي هيلث، لا تضربني. اوكي قسم بالله هذا المنطقه ما مزح، مو ما عندي هيلث انا. بعدين بقيكم. اوكي انتظر يا حبيبي انتظر هناك، انا بقي يا خذيلة مسمى صداع ما استع قصدي ذاك مسمى يا خذيلة بوفيم صداع واقدين يا اخي. انا ما عندي هيلث، ما عندي شيء، وذل وراي ذل القحش ذا، انا ما اعرف ايش بسوي. اللي عارفني بموت، انا بروح فوق اقرب يمكن في شيء فوق. هذه المنطقة ما مفهومة، انا ميت يا حبيبي، انا ما اعرف انقص اروح، انا ما اعرف انقص اروح، انا اروح مكان ما اعرف وين اروح، اروح مكان ما اعرف وين اروح، ما اعرف كيف كب. هذا شيء جديد تو، هذا صار شيء جديد، اروح مكان ما اعرف وين. قنية يا حبيبي، قنية فيه، اعطوني هذا ما السم، لكن انا ما اريد ما السم يا اخي. هذا كيف تموت؟ ما قلش انت قنية، قنية قنية يا قنية، انا ميت يا اخي. هذا اللعبة تعرفوا ايش مشكلته؟ ماشي فطر، يعطوك فطر واحد يقول لك يلا لين بعدين قدام. كيف الظالم كله انت ما عندك فطر اخوي؟ لا شوف الغم هذا عنده درع وعنده هذا الشيء الحلو. اعطوني اسمه ورقة، قال لك هو هذا فاتورة مع الكهرباء. انا بمشي قدام زين، وبمشي قدام وانا ما اعرف انقص اروح ترى. ابشركم شباب انا رجعت بداية اللعبة من بداية. ايوه هذا بداية، اي هذه الزبالة ذي مش عودة. حلو عادل، دات علي الدنيا. انا بكمل برجع نفس المكان. شوف شلينا هذا الشيء، شوفوا شلينا هذا الشيء زين. تعرف ان هذا نحن شلينا، ليش ترجع نفس المكان يا غبي؟ ما مشكله انا بكمل هنا، اقول لك خوز عني، خوز يا زباله. انا ما عندي هيلث، بموت والله. ايش هذا المكان الخايس هذا؟ ابو سلسله مريض ماسك ذا، لا القهر ذا، انا ميت. يصورخ الاخ، يصورخ معذبنا ذاك السيف مطابق في جسمه. ايوه اقول لك والله، لا يا حبيبي قنية ومسمى، انا ويش هذا؟ ويش انا ميت، سمعت صوت السيف. لا تعطوني ذا الفطر، ما باغي ما السم، انا باغي العالي العادي، ويعطوك ذاك الهيلث يا حبيبي على هذا الانسان. هذا ما عاد كيف اضرب انا، قال ولا قالي ولا بتعرف اخوي، كمل طريقك احسن. انا بمشي انزين، انا بمشي سيدة بس، وبنشوف وين بنطلع، يمكن بنطلع مكان يعني. اوه انه في شيء، كهف من الكهف مع الثلج ذا. لحظة يا زبالة لحظة، والله لو ما ذاك التصلب، ميزة التصلب انا ميت من زمان اخوي. يا اخي هذا المكان مرض هنا، مرض والله العظيم يا اخوان، مرض هذا المكان. ايش من صعوبة هذا المكان؟ زريليون واحد والقهر ما يموت بسهولة يعني، فهمتوا؟ انا ما فهمت زين. اوكي صفعتني بكفة وما طلعت من الكهف. مسخر انت، مسخرة اخوي. هذه بنت اصلا، انت بنت ولا ايش؟ ممتاز جدا. لا وعندنا ميزة الاسم الثلوق، بتطلع ثلوق من الارض. انا مسكين اخوي اذا خلصت هذا اللعب، بكون مسكين انا يا حمار انت. اقولش لحظة يا اخي تقمدك هذي، كيف بتعشو كيف الهيلث اللي يروح؟ ما يصير كذا وتختفي، هذا اللي ناقص هذا.
هذا اللي ناقص يا حبيبتي. هذه ما حبيبتي الزبالة بالكلبة يا حبيبي. منتشرين ذيلا انا بسولش سبرايزنج ان ذا دورينج. ايوه كذا يبالها ذي يبالها ماشي. ماكو رحم يا حبيبي. يبالها سيفين ثلاث اربع خمسين. افتح ويش هذا. هذا اعطوني ذاك مع علاء الدين. انزين انا مسمه ايش سويت الحين. اوكي انا بروح هنا لكن في حد ترى شفتوا هذاك اللي هناك قاعد هناك. ما اقول ليش والله العظيم لو ضربتيني انا ما عندي هلب ترى. لو ضربتني انا مو ترى ارجع من اول. تخيل ارجع تقريبا من ذاك من عندي ذاك المشعوذه. فهذا شيء جميل جدا حبيبي. اقول لك لا قاعد ما سويت لي والله العظيم قسم بالله بالله مسخرة. ايش هذا يا اخوي؟ ايش هذا تقمدك وطلع لك ثلوق وطلع لك حمير من تحت؟ انا ما اعرف. ارجوكم لا تقول لا ارجوكم لا ترجعون من البدايه يا حبيبي. ارجعوني من البدايه. يا ويك من اخوي انا ميت. كامون يا اخي يا مشعوذ ارجعيني نفس المكان. انا ما ينفع كذا. انا ما اريد اسمع مو تقولي انت. انت وش تقولي؟ انا ما اريد. لا ما عندي اي سب اخوي. ما عندي ولا شيء. ما عندي لا تار ولا ذاك الثاني يا اخي. ما ينفع هذا اللعب كذاك. ما ينفع. هل في مختصر ولا شيء هنا يطلع كذاك المكان؟ لان يعني انا ركضت يعني مسافه طويله يا اخي. لا وزيدكم ان هذيل اسمه الحمير هذيل الام بي سيز هذيل يرجعوا ترى يرجعوا يعني يقوموا مره ثانيه لما تقتلهم يرجعوا هذيل. هم شفتهم شفتهم هم هذيل. انا قسم بالله اللعبة مسخره يا اخي. ايش هذا؟ انا ميت خلاص يا اخوان. بعدني ما مت. لحظه يمكن في والله مسخره والله. هذا اللعب عارف كيف يشقني يا اخوي. والله عارف كيف يشقني. مو هذا الحاله. باغي تشرط طيح طيح من قصر. اقول سكتي والله. هنا واصل هنا. شوفوا هنا يا اخوان طلع قرونك صغير. خلونا كمل احسن لان هذا اللعب الصراحة خايسة يعني. لا تطيح حمار انت. ايوه خلينا نمشي سيده. انا بشيل هذا بس باقي هذا انت اضرب غيب. انا رايح البيت اخوي لو كان عندي بيت. انزين شفتوا الضربه انتوا يا اخي. هذا اللعبة انا نازل من درج قاعد اتقلب بنزين اضرب قلاب يعني لافني السيف. لا وانا قاعد اتقلب يا احمر. اكبر مسخره هذا اللعبه. صرت اطيح من دون سبب بس كذا يعني. يقول لك هذا الدور هناك في حفره داخل. انت انا اموت ما فيش اقولكم. كم مره مت انا؟ هذا المكان هذا المنطقه يا اخوان قسم بالله انا اتوقع ما نوصل مكان. يعني كيف ما نوصل مكان؟ قصدي يعني مسمى يعني مسمو يا ذاك اخوي سنايبر. ذاك سنايبر خليه يلعب ببجي. ذاك الولد حمار واحد انت. خليني امشي سيده احسن يا اخي. هذا الدرج واقف صغير ترى. مخلينه واقف صغير. انا وش تاخذ؟ ما في شيء هذا. ايوه قال لي امشي سيده. والله كان يقول لي امشي سيده يا كلب بسرعه اطلع منه. انا بروح هناك. انزين انا بروح اكمل سيده لين ما اوصل هذاك الجسر. ما جسر النفق المحبه
هيك نفق المحبة هذاك النفق الموت يسموه هو كان هنا صح يا اخوان؟ انا وحدي ما اتذكر من كثر ما مت ما اتذكر وين انا كنت. ايوه هنا هنا يا اخوان هنا. اضغط اكس يا حبيبي اضغط اكس ادخل ادخل داخل ويطلع لنا تودي بيطلع لنا ذاك الجنية بتصفع لنا كف انزين. اوكي انا بمشي سيدا انزين انا بشرد 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 يا اخوان. الخطة عندي يا اخوان الخطة اشرد. انا ما قاس ارجع انا ما قاس ارجع كذاك والله هذا اللعبة انا خابصنها من الواضح اني خابصنها يا اخي. انا مسمى انا ما حصلت يا اخي شكله تعرف ايش صار هنا اللي صار انه بيقتلني هذا اضرب 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 انا اريد اقتلك اليوم انا اريد اقتلك يا حمار تعال تعال اضرب اضرب يا حمار اضرب انا اعرف هذا يقول لك هو المقص هذا هو المقص يا حبيبي يا حبيبي يا زبالة يا اخي برابر اقوياء هل ما اعرف انا اتوقع انا الضعيف انا الضعيف ما هم اقوياء انا الضعيف ايوه انا الضعيف ها والله العظيم والله شيء حزن صراحه شيء حزن يا اخي حس نفسي انا لا شيء قدامه مذيله عاد ذاك ابو الدرع كيف تقتله هذاك هذاك كيف تقتله وانا ما حصلت يا اخي الدرع المحارب غير هذا الدرع الزباله هذا اللي عندي افتح هذا يا اخي شيء من القبور وش فايده من القبور هنا وين تروح هل هذا المكان جديد انا رجعت نفس المكان انا ما بيته ما افهم ترى المنطقة غير يا حبيبي يا زبالة انزين تعال تعوني يا حمار انا اقول لك لحظة 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 لا تعق راسه فيك صداع خذ بنادول لا قص تعق راسك انا قص تعق راسك يا حمار تعال تعال انا اخبرك شيء سمعت عن سيفي هذا السيف يسموه امزح امزح بيعق راسه ذا يريد يعق راسه قلت لكم يريد يعق راسه اعرف انا لما يحك لما تشوف تشوفوه يحك كذا يعني بيعق راسه لا في غاز هناك في غاز في غاز سام هناك خليه يروح ذاك الغاز راح زين انا مسمه انا ما فهمت انا هل انا مسمه انا وانا وهل انا تو انا رايح صح كذا ولا قاس ارجع بروح فوق بروح فوق يا اخ هذا الزباله كني شفته كني شفته شفته في عزومه هين؟ لحظه لحظه من اسمك سويت لك سبرايز حبيبي سويت لك سبرايز حبيبي ايوه اضرب عصبني زياده تعصبني زيادة تموت ويعق الحصى يعق اي حصى من ذاك الفيديو قاس لي حصى هذا راس ماله راسه نفس حصى لكن ايه قب اخوانه ذاك السالفة هذا عنده بقلي بقلي هذا شكله مشبكنا بالواي فاي هذا هذا ما تعرف الا يا اخي ما انا اقول اقول لكم قاس ارجع انا قاس ارجع هذا مكان انا خطفت عليه شكلي اتوقع خطفت عليه انا ما متاكد لكن اتوقع اني خطفت عليه هذا بعد ما انت رسح شيء من ساعه وهنا ويش هيو قتلكم يا اخوان شوف هذا المكان عقب وين روح انا ما فهمت وين روح ايوه هذا الجنيات هنا انزين الجنيات الجنيه هذه الحماره ايوه حمار انت خوزي
يا اخ والله العظيم ما يصير يا اخوان. انا ما عارف وين اروح، ما فهمت وين اروح. يا اخي قهر والله قهر. لا 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 تعقي مسمش. لحظة انت، لحظة لحظة، هذيلا كم واحد؟ كم واحد هذيلا؟ خلاص مت، انا مت، انا ميت يا اخوان. وصلنا المكان اللي كنا ندوره، وصلنا مكان اللي كنا ندوره يا اخوان، واخيرا. لان هذا المكان يا اخوان ترى مره يضيع، مكان ابدا ما يضيع. ولكن اخيرا وصلنا المكان اللي كنا ندوره. فاتوقع قدام، شكله قدام في مسمار، راح نواجه شيء من الزعماء بالضبط. فخلينا نخزن هذه. ترى هذا المشعوذة نفس البنفار اللي موجود في الدارك سولز، فلما تكلمها كذا يعني تسيف اللعبة، إذا ما كلمتها تعيد من أول. تخيلوا أنتوا بس. أوكي. فاليتش. خلينا نشوف إذا أقدر أطور شيء. ما أعرف إذا كان بقدر أطور شيء يا أخوان، لأني ما عندي شيء يعني. لا 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 أبدا ما عندي شيء. مسكين أنا، مسكين. في شيء هنا يا أخوان، في شيء. أعطونا فطر، صدقوني. شوفوا هذا المكان، شوفوا هنا. أنا متأكد إن انتظرنا شيء من الزعماء، متأكد. طيب يا جماعة الخير، راح أنهي هذا الفيديو في هذا المكان، وفي الفيديو القادم راح نواجه هذا الزعيم. فاضغطوا لايك وشير. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، وانتقانا في فيديو القادم. سلام.